القطاع هو التعليم العالي شهد نقلة نوعية هذه السنة تزامنا والدخول الجامعي، حيث تعزز بأقطاب جامعية جديدة حسنت من المستوى البيداغوجي والخدماتي للطالب. رابورتاج خليدة حجي لالي. لأن جودة التكوين البيداغوجي في الدراسات الجامعية مرهون بمستوى الخدمات، فقد تعززت خريطة التكوين في قطاع التعليم العالي بأقطاب جامعية جديدة تضمن خدمات ناجعة خاصة على مستوى الإيواء. 2009 كنا 4 في شومرة، كنا 4 طلبة، درك كاين مام طلبة اللي مريزين وحدهم في شومرة. فتحنا أقطاب جديدة كما هو الحال في قسنطينة، في البوليدة، في عدة مدن جامعية فتحنا أقطاب جديدة، وتعرفوا بأن هذه الأقطاب تضم في أن واحد المقرات البيداغوجية والإقامات الجامعية. تحسين ظروف الإيواء لدى البعض لا يلغي باقي الإنشغالات العالقة حسب الطلبة. في الدماغ سيطر جمالة في الطريق يدير اكثر من ساعة باش يلحق لهنا، تلحق طالب لم زيت ما نتونو تصبح بكري تريح تسنى حتى السبع باش يدير مانيت، ومن بعد يلحق لهنا البروفيس ديال عصر كوا تانيت، ومن بعد يدير لك اوبو دو كوزا فوف يدير اسفلو من الموديول تاعو دونك لاني خلاص. اضطرنا في هذا السنة إلى تقديم أوقات انطلاق الحافلات في الصباح وتأخير انطلاقها في المساء من أجل الإلمام باهتمامات الطلبة. هذا السنة وصلنا إلى 499 مطعم جامعي. الجديد في هذه السنة هو أننا سنفتح المطاعم المركزية يوم السبت للطلبة. توفير مناخ بيداغوجي خدماتي في مستوى تطلعات الأسرة الجامعية مطلب ضروري يضمن تكوينا نوعيا يرقى إلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.